بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده شباب ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الفود بويزنينج والانيمال بويزنينج. الفود بويزنينج الشابتر ده انتوا اخدتوه قبل كده في سنه ثالثه بكل تفاصيله، فما فيهوش اي معلومه جديده عليكم، وان شاء الله هيكون سهل. الانيمال بويزنينج فصل جديد عليكم ان شاء الله، كده بصوره بسيطه هنقول اهم المعلومات اللي فيه برضو على الاخر لو حاجه جت منه في الامتحان. هنبدا بالفود بويزنينج. اول حاجه قال لك ايه هي عندي الايجنت اللي ممكن تعمل لي فود بويزنينج، تسمم الاكل او تسمم الطعام. عندي تسمم الطعام ممكن يكون بحاجه بيولوجيه، حاجه حيويه زي الميكروبات، او يكون حاجه كيميكالز، او يكون الطعام نفسه مش متسمم او مش متلوث في اي ميكروب يسبب لي تسمم، ولكن الاكل نفسه هو التوكسين. مثلا عندي بعض الحيوانات زي السجوتيرا والسكمبرويد فيش، بعض الانواع الاسماك وخاصه ان هي بتكون اسماك كبيره بتكون عندها في الدهون بتاعتها واللحوم بتاعتها بيكون فيها توكسين وبيعمل لي مرض للسيستم طبعا، وبيكون اعراضه زي الهيستامينيك طبعا، ممكن يوصل ان هو يدخلني في هيستامينيك فوق، فعلاجه بسيط وسهل. وعندي برضو بعض النباتات زي المشرومز توكسين، فطر قش الغراب طبعا ده توكسين وفيري توكسيك. طيب فحاجات هي نفسها توكسين، وفي حاجات عندي مسببات للتوكسين. المسببات ممكن تكون صورة ميكروب بكتيريا، والبكتيريا ممكن تكون توكسوجينيك وانتيرو انفيزيف، بكتيريا بتفرز هي التوكسين، او بكتيريا بتعمل لي انفيزيف للانتستين فبتعمل لي انجل والسر وبرفوريشن للانتستين. ده هنقولها في جدول في المقارنة. وفيروس اشهر روتا فيروس على رأس القائمة، وطبعا في الاطفال اي طفل صغير جالك بجاستروانتيرايتس روتا فيروس هنتلي جروب اذروايز طبعا ده اشهر حاجه، فيروس بيسيب الاطفال ويسببهم جاستروانترايتس والبرازات اللي اخدتها والامثله عندك. الكيميكال زي ما قلنا الهيفي ميتالز ممكن تعمل لك جاستروانترايتس، وقلنا برضو اشهر التوكسين اللي ممكن تتحط في الفود عندي او الطعام الارزن زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. ونركز بقى على المونوسوديوم جلوتاميت الملح. المونوسوديوم جلوتاميت بيستخدمه الصينيين غالبا في الاكل بتاعهم المطاعم، ولا يخفى علينا الحاله اللي احنا فيها بسببهم برضو بطريقه اكلهم. فنركز بقى على التشاينيز ريستورانت سندروم، وهنركز برضو معاكم في الكوميونتي، تركزوا في الكوميونتي على الانفلونزا فيروس والستارز طبعا، علشان الحاجات دي بنسبه كبيره هتتسال في الامتحانات بقى، سواء الامتحان كان اونلاين او الامتحان تحضير على حسب القرارات اللي هتنزل. هنبدأ إن شاء الله الشابتر بيتسمى عندي إن بكتيريا بتعمل لي فود بويزنينج وبيكون معاها أعراض جاستروانترايتس، وعندي بكتيريا بتعمل لي فود بويزنينج وتكون بتعمل لي أعراض نيورولوجيكال مانيفستيشن على رأس القائمة اللي هو البوتوليزم طبعا مرض الفسيخ. فهنبدأ بالأكيوت جاستروانترايتس. الحاجات دي بسيطة، ممكن تكون عندي الحالة مايلد سيمتومز وممكن تدخل مني في سيفير، وعندي أشهر البكتيريا اللي ممكن تدخلنا في سيفير توكسيس السالمونيلا تمام، والطايف بقى البكتيريا اللي تعمل الباراتايفي والطايفي والحاجات اللي انت اخدتها والايكولاي كل اللي انت اخدته في البارا. فالدرس بقى والمعلومات بتاعته هتكون بسيطة عليك ان شاء الله. بيشتغلوا ازاي؟ قلنا في بكتيريا عندي بتفرز التوكسين، فده بسميها انواع توكسوجينيك سترين او سلاسل او فصائل مفرزة للتوكسين. وعندي انفيزيف سترين، عندي بعض الانواع بتخترق الجلوكوزا بتاعت الانتستين زي ما انتوا اخدتوا قبل كده. عندي انواع برضه من الايكولاي تقريبا خمس انواع، في انتيرو توكسوجينيك وانفيزيف ومش معرفش هيموراجيك، وزي ما اخدت هناك انا مش فاكر الانواع بصراحه. الجدول المهم علشان نمسك يكون موجود في كل الكتب، المقارنه بين التوكسوجينيك سترين والانفيزيف سترين بتعمل لي اكيوت جاستروانترايتس في حاله الفود بويزنينج، الانكوبيشن بيريد في حاله التوكسن عشان بيحصل له رابد ابسوربشن بتكون شورت من 2 ل 6 ساعات، انما في حاله الانفيزيف من 8 الى 24 ساعه. خلال الاعراض برضه هنقول الاعراض الروتين بتاعت الجي اي تي اللي هي الانوكزيا والفومتنج والدوريه والابدومينال بين، وغالبا البكتيريا طبعا بيكون معاها فيفر، والانفيزيف سترين هيكون معاها بلاد ستون. فالفومتنج في حاله التوكسوجينيك سترين بيكون برومينانت وبرفيوز كتير ويكون هو من اهم الاعراض عندي، انما في حاله الانفيزيف بيكون اقل من الاعراض. طيب اللي بيكون معاه شائع في حاله الانفيزيف اللي هو بلاد ستول، انما ما بيكونش موجود عندي في التوكسوجينيك. نيجي للدايريا زيها زي الفومتينج، في حاله التوكسوجينيك بيكون بروفيوز بس ليه خاصه ان هو وتر، انما ده بيكون بلادي او ميكويد طبعا علشان الجوبلت سيل والخلايا المفرزه من الميوكس عندي في الانتستين
بتحاول ان هي تحافظ عندي على اليومن اللي دخل له، او هيحصل في انجري او عملت لي في ألسر. البين موجود في الاثنين. الفيفر غالبا هتكون مع الانفيزيف سترين، عشان ده ميكروب هيدخل جوه الجسم فيبدا جهاز المناعه والجسم يبدا عليه، انما التوكسين ممكن الانتي بودي تعمل له نيوتراليزيشن فما يدخلنيش في فيفر. فغالبا الانفستيجيشن ليفل قال ليها ان انا بعمل ستول كلتشر وببص على خلايا البص، هتكون بوزيتيف في حاله الانفيزيف سترين عشان الخلايا اتهمت بالمناعه، فينزل عندي خلايا البص النيوتروفيل اللي نزلت عشان تهاجم في حاله الانفيزيف، انما التوكسوجينيك البكتيريا لسه في الهومن، مفيش حاجه شغال عليها غير البيزوفيل، او قصدي الايزينوفيل. الايزينوفيل هي اللي بتهاجم البرازات الموجودة عندي في الانتستين، والتريتمنت غالبا سيمتوماتيك، فهعالج عندي الديهايدريشن اللي هيحصل عندي من الفومتنج والدوريه. في حالة التوكسوجينيك سترين لو كانت حاجة صعبة هبدأ أدخل بالسبيد تريتمنت اللي هي الأنتي توكسين، لو هتحتاج غالبا مش هحتاج أنتي بيوتيك، أو ممكن أديها أنتي بيوتيك الحل لو كانت عندي في السبير، إنما في الإنفيزيف هضطر إن أنا أدي في كل الأحوال أنتي بيوتيك. وفي قاعدة عامة إن أي بلاد ستول لازم أبدأ بالأنتيبيوتيك، وهيكون عندي سيفير بكتيريال انفكشن. السيستميك انفكشن زي ما قلنا عندي السيفير بكتيريا سواء السالمونيلا والشيجيلا والليستيريا والإيكولاي والكامبيلوباكتر. بعض الأنواع ديت ليها سيستميك مانيفستيشن لأنها انفيزيف تايب معظمها، وليها برضه في منها أنواع على حسب بقى السوماتيك انتيجين والفلاجيليتد انتيجين زي الايكولاي او 157 اتش 7، ده بتعمل لي ممكن هيموليتيك كوليمك سندروم. وفي حاله ان انا بعالجها بالانتي بيوتيك ممكن تزود عندي الريسك للهيموليتيك يوريميك سندروم. والكامبيلو اكتر اسوشيت بالكاين بري سندروم ورياكتيف ارثرايتس لانها بتكون عندي كود ادابتيشن انتي بوديز. فنركز على المعلومات ديت وانت اخدتها قبل كده وبسيطه بالنسبه لي. بشخص الحالة ازاي من الهيستوري طبعا علشان اشوف هل فهو حالة ديت الحالة اللي جات لحالة انديفيدوال بقى شخص واحد بس، فده غالبا هيكون حاجة مختصة بيه بس او هو اللي سمم، ولا التسمم ده كان عندي في مجموعة فهبدأ اشك فيه في تسمم الطعام. اي مجموعة اصلا بيحصل لها اكيوت جاستروانترايتس تجيب امتحان مثلا زي المدن الجامعية، فبشك طبعا غالبا في الفود بويزنينج. ومن الاعراض اللي عندي المانيفستيشن للجاستروانترايتس، واهم المانيفستيشن عندي في الجاستروانترايتس اللي هي الدايريا، غالبا مش لازم الفومتنج زي الدايريا بس اهم مانيفستيشن عندي في عشان اشخص الجاستروانترايتس الدايريا. ثم اعمل روتين انفستيجيشن عشان اطمن السي بي سي، اشوف هل هي انفيزيف تايب ولا لا، هزود عندي عدد الليوكوسايت تعمل لي ليوكوسايتوزس. ثم الستول اناليسيس طبعا الطلب المزرعه، واشوف البصل واشوف الليوكوسايت في الستول نسبتها قد ايه. ثم بقى عشان اشوف الديهايدريشن دخلني في كوميونيكيشن ولا لا، هعمل الكترولايتس واشوف الفانكشن بتاعت الرينال، واخد سامبل وهبعتها بقى للاوثوريتيز المختصه عندي بالصحه العامه اللي موجوده في المجتمع غالبا، اللي هي هتكون في كل الوحدات الصحه في كل المراكز بيكون عندي سلطه مختصه، وكذلك المدن الجامعيه بيكون فيها واحد مختص بيراقب مع الطعام طبعا. الكومبليكيشن هتحصل عندي من الاعراض سواء ديهايدريشن هيدخلني في كل الكومبليكيشن، في حاله الانفيزيف تايب هيدخلني برضه في كومبليكيشن تعمل لي سبتسيميا او بيرتونايتس. الانواع اللي بتدخلني في ارثرايتس زي الكامبيلو باكتر هيموليتيك يوريميك سندروم مع الايكولاي هيموراجيك كولايتس لو كان عندي سيفير انفلاميشن. اول سؤال مهم ممكن ينزل عندي يقول لك ايه هي الديفرنشال دياجنوز اوف فومتنج، هتقسم السؤال على حالتين، هتقول لي لو كان الحاله اللي جايه لي انديفيدوال حاله مفرده، ولا كان مجموعه من الناس كولكتيف كيس او جروب جاي لي في مجموعات. فلو كانت الحاله مفرده وكان جاي لي باكيوت ابدومين، دي حالات ايمرجنسي بتحتاج سيرجيكال اميديا سيرجيكال تدخل جراحي زي البنكرياتايتس او الابندسايتس او الاوستراكشن، الحاجات دي كلها لازم يحصل لها تدخل جراحي. او يجي لي بقى البكتيريا انفكشن، هو بقى شخص واحد اكل بس طعام من الشارع ولا حاجه فتسمم بكتيريا او فيرال، او بقى في الفومتنج ممكن يحصل نتيجه انكريز الانتراكرينال تنشن او الفيرتايجو، بعض الانواع اللي هو البوزيشنال باراكسيزمال فيرتايجو اللي ممكن يكون مصاحب معاه الفومتنج. طيب لو مجموعة من الأشخاص هبدأ أصم بقى في التوكسيستي اللي ممكن تعمل لي فوميتنج زي الكربون مونوكسيد أو الميتهيموجلوبينيميا أو البروتوليزم طبعا
لو كان في مجموعة من الأشخاص كانوا كان دي فود طبعا الأطعمة المغلفة بره، وكان في أشخاص كتير، أو مثلا في زي أيام شم النسيم طبعا بتكون الحالات كتير. فده differential diagnosis للفوميتنج، سواء لو كان شخص مفرد الحالات دي تيجي له، أو لو كان في مجموعة من الأشخاص فهبدأ أشك في الثلاث حاجات دول. وعلى رأسهم طبعا في الكوليكتيف في زي ما قلنا في المدن دي مع الحاجات دي هيكون عندي الفود بويزنج. طب هعالج الفود بويزنج ازاي لو حصل؟ هبقى من الاستبلايزيشن اللي عندي. الاستبلايزيشن في الحاله دي ان انا اكوريكت الدي هايدريشن، طبعا هعمل ري دي هايدريشن للحاله. فلما اعالج الدي هايدريشن هعالج طبعا مع الهايبوتنشن بالفلويدز، ثم همنع السبب اللي دخلني في الدي هايدريشن عن طريق ان انا ادي انتي ايميتكس، واعالج الدايريا بالانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس ده هيكون العلاج المناسب عندي لو كان في حاله بلاد دايريا مثلا او سيفير مانيفستيشن. امبيرد ببدا غالبا لان ببرود سبيكترام ترايم سوبريم سلفا مساكسازون او الكينولون، ترايم سوبريم سلفا مساكسازون اللي هو السبترين بره سترين طبعا سترين انتي بايوتكس. وبعد كده لما استنى المزرعه لما تطلع فاديها الانتي بايوتيك. وفي ملحوظة عندي إنه التاك الإي كولاي وديت معاه الأنتي بيوتيك ممكن تزود عندي الريسك بتاع الهيموليتيك يورينك سيندروم. ثم بعد كده هبلغ بقى المختصين في وزارة الصحة بالحالة لو كانت بقى حالة إبيديمي، أو المختصين عندي في المركز أو المدينة الجامعية إن في كان حالة تسمم جماعي عندي، فهيقوموا بقى ويشوفوا المصدر ويعالجوا الموقف معاه. التشاينيز ريستورانت سندروم هي ما نزلتش قبل كده، بس الكلام حب كتير عليها الايام دي بسبب اكل الصينيين والحاجات اللي بيعملوها. ده بسبب ان هم بيستخدموا مع الاكل بتاعهم مونوسوديوم جلوتاميت. المونوسوديوم جلوتاميت ده بيعمل لي اريتيشن، بيعمل لي اريتيشن بقى في الاعصاب، بيعمل لي ريفيرد بين في الباك والنيك والشولدر والابدومين، هيكون في صوره بيرنينج سنسيشن والريتيشن في الجي اي تي بالمانيفستيشن بتاعته، وهيدخلني برضه اريتيشن تعمل لي شيست بين due to irritation في البرونكس، فدخلنا برونكس بازم. الحالة دي لا في سيرتك ممكن تدخلني في البوكسة أنكسير up to إن هو يموت. والمانفستيشن ده سيلف ليميتد طبعا الحمد لله غير الكورونا طبعا، مع الكورونا برضه سيلف ليميتد لو أنت اتبعت البروتوكول وكانت المناعة كويسة فهو سيلف ليميتد تقريبا. والأعراض بتستمر عندي لمدة ساعة في حالة التشاينيز ريستورانت سيندروم. نيجي بقى على الجزء المهم عندي في الدرس، ايه هي بقى الفود بويزنج اللي بيكون مصاحبه عندي المانيفستيشن ريت للسي ان اس. ممكن يحصل بكتيريا اللي هي الكولستريديوم بوتولينيوم بتسبب لي مرض البوتوليز التوكسيجينيك تايب طبعا منها، او ممكن يكون الاكل نفسه هو فيه اندوجينوس توكسين زي ما قلنا بعض انواع السكواتيرا والسكومبرويد فيش، دول اللي بيكون متخزن عندهم توكسين نتيجة الأكل اللي بيتغذى عليه أو الطحالب البحرية اللي بياكلوها، متخزن عندي في الدهن بتاع السمك أو في البذرة بتاعته أو في الميتس بتاعته اللحوم بتاعة السمك نفسها. أهم موضوع عندي في الفود بويزنج على الإطلاق البوتوليزم، شوية مايكرو فلاور بكتيريا اسمها إيه؟ هي جرام نيجاتيف وسبور فورمينج، ومجموعة الكوليستيريديوم كلها أنيروبيك. عندي 8 أنواع من التوكسين من ال A لل F تقريبا، أشهرهم مجموعين أو أقوى فيهم مجموعين في كلمة أبي A B E. طيب ده أقوى توكسين عارف في البشرية على الإطلاق، تقريبا 10 نانو جرام منه كافيين إن هو يموته 50 شخص تقريبا أفتكر المعلومة ديت من المرض. طيب بيشتغل إزاي عندي البوتولينيوم توكسين؟ طيب بيشتغل ان هو بيعمل الريفيرسابل انهيبيشن. نركز جدعان على الريفيرسابل انهيبيشن في اي ميكانيزم بيحصل، زي ما قلنا زي السمايك برضه بيعمل الريفيرسابل انهيبيشن، بيلعب عليها في الام سي كيو وينزل لك السؤال على الريفيرسابل انهيبيشن، وانت طبعا بتبص على الانزيم اللي بيشتغل عليه تقول صح وبيحصل له بند وبتختار من غير ما تتاكد او كانت فوق او فولس. فبيعمل لي الريفيرسابل انهيبيشن الاستال كولين ريسبت الموجود عندي في النيورو ماسكولار جانكشن، فيعمل لي بلوك للنيرفات، فهيكون التاثير بتاعه ميني موتور ومالوش تاثير سنسوري لانه ما يعديش للبلاد برين بارير. تمام، بس المشكله فيه كلها ان انا بخاف من الباراليسيس بتاع الريسبيراتوري ماسل، لانه هو بيسبب لي ديسندنج باراليسيس بيبقى عندي في الفيس ثم النيك ثم الاكستريميتيز
ثم الليمبز يعني ترانكس، ثم يطلع عندي آخر حاجة الريسبيراتوري ماسل. حصل براسة الريسبيراتوري ماسل، خلاص الشخص ده هيموت، لازم يعيش على الميكانيكال فنتليتور عشان أحسن الريسبيراتوري سيمتومز أو فانكشن بتاعته. وللأسف غالبا برضه لو اديته الأنتيدوت، ولكن الحاجة اللي بتتضرر من البوتولينيوم ما بترجعش تاني لو هات عالجته. فأنا بديله العلاج على أمل إن أنا أحافظ على الباقي، أو على أمل إنه التوكسين ما يوصلش عندي للريسبيراتوري ماسل ويقفل فيها الجنكشن بتاع الماسل، فما تشتغلش الريسبيراتوري ماسل. بيحصل التسمم إزاي عندنا زي ما قلنا في مصر؟ غالبا عشان مواسم شم النسيم اللي بناكل فيها الفسيخ، وبره عن طريق الكاندي فود. كاندي فود الأطعمة المغلفة اللي بتكون حصل لها كونتمينيشن، تلوث في السبور بتاع البكتيريا، ثم البكتيريا نامت عليها وخرجت التوكسين، سواء عمليته جوه الجسم أو كان مفروز التوكسين عندي على الطعام نفسه قبل ما أكله. وغالبا في الحالتين بفضل اني عندي انواع من التوكسين ده، هيت ستيبل وهيت لابايل. بس الانواع الخطيره منها للاسف هيت ستيبل، والحراره ما بتكسرهاش غالبا برضو. بالاضافه لانها برضو ريزيستنت للاسيد بتاع الاستومك، فده من ضمن المشاكل بتاعته. التوكسين بيستغرق عادي من 18 ل 36 ساعة عشان يشتغل. بيبدأ بمانستيشن عادية للإريتيشن اللي هي تيموز بومتنج، ثم يقفل عند الكولينرجيك ريسبتور فيدخلني في أنتي كولينرجيك سيمتومز اللي هي أعراضها مشابهة لأعراض الأتروبين وقلناها قبل كده، ثم يدخلني بعد كده في نيورولوجيكال مانيفستيشن. أول بيضرب لي عندي الماسلز اللي ريليتد للكرينيال نيرف، يعمل لي سكوينت توزيز ديس أرثريا ديسفاجيا، سواء بقى بالنيرفاتس الأربعة اللي تحت أو اللي شغالين عين عليا. وبعد كده بيعمل لي زي ما قلنا ديسندنج باراليسيس، بيوصل في الآخر للريسبيراتوري ماسل وما بيأثرش على السنسيشن، فما دخلنيش في كوم لأنه ما بيحصلوش كروسلاند بلاد برين باري. طب ما الفصلين مهمين جمعتهم لك علشان نلخص الموضوع. لو عندي فوميتنج وأنتي كولينرجيك سندروم فده بوتوليزم، لو عندي فوميتنج وعندي كولينرجيك كرايسيس فده أورجانو فوسفورس كومباوند. كان ناخد بالنا من المعلومتين دول علشان الكيسز اللي هتنزل في الامتحان. بشخص ازاي؟ بشخص غالبا برضو زي ما قلنا، انت غالبا في الامتحان يا شباب، انا ما بقولش كل حاجه، وانا بقول برضو علشان الوقت وعلشان ما اعطلكمش كتير. احنا قلنا في الاول في الجنرال اسكيما ان انا اشخص اي حاجه او انفستيجيشن. حتى انت في الامتحان ممكن تكتب، مش لازم تكتب اللي موجود عندك في الدرس، لا هتبدا بالهيستوري عادي وهتقول هناخد ايه في الهيستوري واعرف ايه، وبعد الهيستوري اعمل اكزامينيشن. الاكزامينيشن هتطلع منه الكلينيكال بيكشر اللي هتشخص بيها، ثم هتدخل بقى على الانفستيجيشن السبيسيفيك اللي انا بكتبها في كل درس علشان ما نفضلش نعيد ونزيد في الكلام اللي اتقال في الجنرال، لان الجنرال ده استنباط او سكيمات لكل الدروس وبتمشي عليها. وبعد كده واحنا بنراجع بسرعه، فانا ما افضلش اقول كل الحاجات اللي احنا قلناها، الحاجه هقولها مره واحده بس علشان الوقت. عندي بقى الانفستيجيشن اللي عملناه، انا بعمل كالتشر في انيروبيك ميديا علشان البكتيريا دي انيروبيك، وبعمل اختبار عندي مشهور التنسولين تيست اللي انت اخدته قبل كده في الفارما، بفرق بين الميتوليزم والمايسينيا جريفز. والمايسينيا جريفز انت عارفين اللي هي ديت اللي هي ايزي فاتيجابيلتي اوف ذا ماسل، ايزي فاتيجابيلتي بعد المجهود تلاقي الماسل حصل لها ضعف. ففرق بين المايوباسي او الماسل باراليسيس في حاله المايسينيا جريفز والبوتوليزم، زي بدي ايبروفونيوم ده الانتيكولين ستريس بيزود عندي نسبه الكولين، هيمنع التكسير، هيزود عندي نسبه الاستايل كولين، فيحصل امبروفمنت في حاله المايسينيا جريفز، وانما مش هيحصل في حاله البوتوليزم، لان قلنا البوتوليزم ده حاله ريفرسابل. برضه بيلجأوا في المعامل الى الماوس نيوتراليزيشن تيست، ده باختصار ان هو يجيبوا عينه سامبل سواء من السيرم بتاع الشخص او من الطعام اللي انا شاك ان هو كان متلوث بالبكتيريا، وبحقنه في الفار، وببص على الاعراض اللي هتحصل للفار من بدايه الفيروس الا لما يموت علشان اتاكد من التشخيص. بعض منظمات حقوق الانسان برضه او حقوق الحيوانات بتعترض على الاختبارات ديت، ان مفيش رحمه عند الانسان وكده. طيب بعالج ازاي الحاله؟ بعالج ازاي الحاله؟ برضه هنبدا نمشي على البروتوكول اللي ماشيين عليه. برضه هنبدا بالامرجنس والاستوليزيشن.
قلت انا خايف على الريسبيراتوري سيستم، فهبدا احافظ على الريسبيراتوري سيستم على الديتنس بتاعته، وابدا ان انا اركب له اندو تراكيال تيوب، وبعد كده هتابع الاي بي جي عشان لو دخل مني في اسيدوزيس نتيجة ان الريسبيراتوري فيلير ولا حاجة، واعمل له دي كونتامينيشن بكل حاجة برضو. عملت الدي كونتامينيشن لو كان الطعام فيه سبور ولا حاجة، السبور ده ما تنميش جوه الانتستين عندي، وطلع البكتيريا ان هي تفرز توكسين تاني، فدخلني في زيادة للمانيفستيشن، او العلاج اللي انا اعمله عمال يطلع قصاده توكسين، فالحاله تسوء اكتر، ما يحصلهاش امبروفمنت. ندخل في السبيسيفيك تريتمنت اللي هو الانتي توكسين، البوتولينيوم انتي توكسين ده ترايفيلنت. ترايفيلنت ده انتي توكسين تطعيم او مضاد للسم ثلاثي للثلاثه بوت انتي توكسين الاي والبي والاي. بدي جرعه او وان فايلز، بدي جرعه يعني واحده كل 4 ساعات لمده 4 جرعات لمدة بقى 16 ساعة. ما هو جرعة كل 4 ساعات 4 مرات يوم خلال على مدار 16 ساعة، فبدي كل 4 ساعات 1 فيال، أقل حاجة أدي 4 فيالز 4 لـ5 دوز، تمام. وبيتاخدوا خلال أول 24 ساعة، لأن بخاف إن زي ما قلنا إن بيحصل باراليسيز بالتدريج للمصل، فخايف إن يحصل باراليسيز عندي للريسبيراتوري مصل. بيشتغل الأنتي توكسين إن هو بيمسك عندي في التوكسين، بيمنع البروجريشن أوف ديزيز، ولكن زي ما كاتب لك ملحوظة ده إن هو ما بيعالجش، إن هو بيمنع البروجريشن، بيمنع التقدم بتاع المرض وإن الحالة تسوء، وبيحافظ على الباقي بس، ولكن ما بيرجعش ما فقد من العضلات اللي حصل لها باراليسيز. ولازم أبلغ في حالة البوتوليزم الجهات المختصة طبعا علشان ما يجيليش حالات تانية، لأن انت زي ما عارفين ملوش علاج، ولكن إن أنا أحافظ على ما توقع من عضلات. في عندي specific forms من البوتوليزم دي اللي ممكن تتعالج، مثلا زي الانفانت بوتوليزم. الانفانت بوتوليزم ده بيحصل ببساطة ان الاطفال اللي هم لسه عندي في الانفانت اول خلال 6 شهور المفروض يكون بيحصل له بيتغذى بس بالبريست فيدنج قبل ما يحصل له ويننج، ان هو قبل ما يحصل له يتفطن، فلازم الطفل يكون بريست فيدنج. طيب فتيجي بعض الامهات بقى تقعد عن اللي تسمع لي الفيس ولا فيديوهات الفيس وما اعرفش ايه، وعجبني بالعسل ولا ادي له العسل، من العسل فيه كذا وكذا خلال اول 6 شهور، ده بيخليه عرضة ان هو يتصاب عندي بالبوتوليزم. ليه بقى؟ لان مثلا انا مش عارف مصدر العسل ايه طبعا، ومش عارف ان العسل ده كان فيه سبور ولا حاجه، في السبور تدخل الفيس بتاع الطفل وتقوم فيه. ولكن الحمد لله ان الحالات ديت بتكون عندي الحالات دي بتكون عندي سيلف ليميتد، بيحصل له ما بيحصلش عندي مضاعفات الحمد لله، زي ما بيحصل عندي من التسمم بتاع الاكل في الكبار، والحاله بيحصل لها ريكفري خلال 6 اسابيع، وانا بعمل بس جاست استابلايزيشن للحاجه، ان انا بتابع الطفل من خلال ان انا احافظ على الريسبيراتوري فانكشن بتاعه، فبيفضل تحت الملاحظه عندي لمده 6 اسابيع. بيجي لي بنفستيشن اللي هي ايه، هايبوتوني مانيفستيشن ويكنس اوف ذا ماسل عندي، فبتجي لي بقى بالهيد لاج والجاج ريفلكس دمينشت، ويدخل في كونستيبيشن ان الانتستين مش شغاله، وديفيكولت مش عارف يعمل سكشن. فالمنستيشن ديت كويس والحمد لله ان ديت حاجه سيلف ليميتد. الوند بوتوليزم طبعا ان هو عندي الانجريز، الانجريز خلال السكين ولا حاجه حصل لها كونتامينيشن بالسبور بتاع البكتيريا، فدي بتجي لي بمانيفستيشن تيبيكال زي المانيفستيشن بتاعه الفود بويزنج والبوتوليزم. ولازم اعالج الحاله ديت زي ما عالجت الفود بويزنج، سواء اللي هو زي ما عالجت البوتوليزم في الغلط، ولازم بضيف عليه ان انا اعمل الريجيشن للجزء المجروح، فالديبرايدمنت ان انا ازيل الجزء اللي حصل له تلوث او حصل فيه جانجرين، ده من خلال حصل كونتامينيشن للوند. وفي الناس المدمنين من خلال الاي في دراجز ابيوز، الناس المدمنين بالسرنجات والحاجات دي ممكن يقعدوا بعض برضه. وزي ما قلت لك الحالة ديت ان السبور بتخش عندي الجرح، وبعد كده تفرز التوكسين من خلال الجرح، هيحصل له ابسوربشن ويدخل السيستم سيركيليشن.
الجانب المشرك في الموضوع ده بس اللي هو الممثلين بيستخدموه عندي السيروبيتو البوتوليزم، او بينفع بعض دكاترة الرمد عندي بيستخدموا البوتوليزم عندي لو عندي بعض العضلات مثلا حصل فيها سباز من فترة طويلة او حصل فيها كونتراكشر ولا حاجة زي السي بي في الاطفال السريبرال بولسي والحاجات اللي بيكون فيها كونتراكشر المصل بيستخدموا البوتوليزم عشان يحصل لي عندي باراليسيس في المصل. عندي نوعين، التايب ايه البوتوكس المشهور والتايب ايه اللي هو بيتسمى تحت المايو بلوك ان هو يقفل العضله فيحصل فيها ريلاكسيشن. زي ما انت عارفين التجاعيد اللي بتحصل بعد سن الياس في الفيميلز وكده زي الممثلين وكده بيلجأوا للبوتوكس طبعا عشان التجاعيد دي حصلت نتيجه الكونتراكشن بتاع المصل في الوش، فلما يحقن فيها البوتوليز هيحصل ريلاكسيشن للمصل ده فيرجع الجلد يفرد تاني والعضلة يحصل فيها ريلاكسيشن، ولكن التأثير ده يكون تمبوري فبترجع تحنه كل خلال 6 شهور تقريبا، التأثير بتاعه من خلال 4 ل 6 شهور. وزي ما قلنا بستخدمه ميديكال طبعا في حالات البليفر سبازم زي ما قلت دكاترة الرمد أو السكوينت في عضلة معينة من هنا وترتيكولس في الفيشل في النك ماسل لو هي جايه على ناحيه واحده، او الديس اوردر في اي حاجه من عضلات الفيس. وده ببساطه كده الحمد لله خلصنا البوتوليزم والانواع السبيسيفيك اللي فيه. ندخل بقى على الاندوجينوس بويزنينج اللي بيكون عندي في بعض الاسماك. زي ما نبدا بالسيجواتيرا بويزنينج، السيجواتيرا عندي 500 فصيلة من الأسماك كلها بيكون فيها مسممة طبعا، وغالبا الحاجات دي بتكون في جنوب شرق آسيا في اللي هي سنغافورة والصين والحاجات ديت اللي بتكون في الجنوب. غالبا الأسماك اللي بيكون فيها توكسين بيكون حجمها كبير والتوكسين بتاعها بيكون ستيبل، يعني لا يعني ما بتأثرش عندي بالحرارة ولا بالأسيديتي بتاعة الاستموك زي ما قلت في البوتوليزم. بيشتغل ازاي التوكسين؟ قلنا التوكسين ده زي ما قلنا زي ما قلت لك من شويه في اول درس ان السمكه السيكواتيرا دي بتتغذى على اسماك اصغر منها، الاسماك الصغيره دي اتغذت على تيني اورجانيزم ده اللي بيسبب لي التوكسين. زي ما قلت بعض الطحالب الموجوده عندي في الميه بيكون فيها التوكسين فتاكلها اسماك بيبرس فيش بتتغذى على اعشاب، ثم تاكلها اسماك كارنيفيروس دي بتتغذى على اللحوم اللي هي أصغر منها اللي هي السيكواتيرا بتتغذى على أسماك صغيرة كان فيها التوكسين. التوكسين ده بقى يترسب عندي في الفليش اللحم بتاعها والأديبس والفيسرا. المانيفستيشن عادية بتكون سيلف ليميتنج، بيحصل إيريتيشن للجي أي تي ثم البريفرال نيرف، بيحصل لي نامبنس مايالجيا وإتشنج تمام لو كان فيها بعض الهستامين يعمل لي إتشنج، ويعمل لي انفيرجن في التمبريتشر اللي هي هوت فيلد كولد، يعني بيشعر بالبروده وهو حران. نفس فكره الحمى ان هو ياثر عندي على السيرم والبولاتي سنتر فيرفع، فهو بيكون عنده فيفر ولكن هو حاسس بالبروده لانه لسه ما وصلش لدرجه او الدرجه اللي اتظبط عليها السيرم والبولاتي سنتر. والمانيفستيشن قلنا سيلف ليميتد والحاله هتتعالج لوحدها لما التوكسين يحصل له دي توكسيفيكيشن بواسطه الانزيم اللي موجوده عندي في الليفر او يحصل له اكسكريشن للحاله والحاله هترجع لطبيعتها. نيجي بقى لاهم ما من السيجواتيرا اللي هو السكومبرويد بويزنينج، يعني اللي بيحصل عندنا دي موجود عندي في التونه وسمكه الماكريل واتكلمنا عنه واحنا كنا بنتكلم في الميتال بويزنينج لو انتوا فاكرين. التوكسين ده بيكون متكون عندي من الهستامين وهيستامين لايك ماتيريال، يعني حاجات بتسبب الرجي عندي تمام. فالمانيفستيشن اللي هتظهر عندها هيظهر عندها اهم ما فيها الفلاشنج ثم الاريتيشن اند والنيمبنس والتنجلنج والبيرنج سنسيشن هيديك والاريسيما طبعا زي الفلاشنج والنزل رومك والاريتيشن والاستمك. والعلاج بتاعه بيكون غالبا انتي هيستامينيك، نركز على انتي هيستامينيك لان نزل في امتحان قبل كده اتعالج السكمبرول بويزنينج ازاي، او كان جالي السؤال كجنرال يعني الاندوجينوس بوزنينج ويز نيورولوجيكال سيمتوم تريتد ويز، كان كاتب لك سيمتوماتيك تريتمنت ولا انتي هيستامينيك، فانت هتختار الانتي هيستامينيك ما تختارش السيمتوماتيك تريتمنت لان هو كان
ناس اختارتها كده وناس اختارت الانتي هيستامينك وحصل مشاكل، وكان نموذج الاجابه كان انتي هيستامينك. فنركز على النقطه دي. اخر حاجه في الشابتر بتاع الفود بوزنينج تجميعات. معايا تجميعات ايه هي؟ الباراليتيك سيندروم اللي بتحصل عندي نتيجه الفود بوزنينج او غيرها، هناخدها موجوده في التوكسيكولوجي. زي ما قلنا الجاين باري سيندروم بيكون اسندنج باراليزز، البوليومايلايتس اسندنج باراليزز، البوتوليزم ده ديسندنج باراليزز، الاورجانوفوسفاس كومباوند عن طريق الكولينرجي باراليزز المانيفستيشن بتاعها، والماسينيا جريفز عن طريق البنسلين تيست، والهيستوري طبعا ان هو بيتكرر المرض ده بيكون لونج لايف على طول بيتكرر معايا، فهيكون في هيستوري. والسيجواتيرا ده بتأفكشن السنسوري، والتيتراديوتوكسين ده موتور سنسوري، وسيريبيلا وريسبيراتري ده بيكون موجود في السبلين بتاع الفيش. تيتراديوتوكسين ده نزل ام سي كيو، تيتراديوتوكسين ده نزل ام سي كيو قبل كده نخلي بالنا منه. والسيريبرو فاسكولار اكسيدنت من الفورنسيك والانسيفالايتس نتيجة اي انفكشن بقى نتيجة الانجري ولا الانجري ولا حاجة. طيب الكلينيكال بريزنتيشن برضه الديفرنشال دايجنوز للسيمتومز بتاعة الفود بويزنينج عندي، لو حصل الاكيوت جاسترو انتراتيز زي ما قلنا ممكن تكون توكسوجينيك او انفيزيف. النيورو ماسكولار افكشن زي ما قلنا فوق بالبوتوليزم او السيجواتيرا. الالرجيك زي ما قلنا الهستامين بتاع السكومبرويد، والباراسيزيا نتيجة البريفرال نيورايتس بالسيجواتيرا او المونوسوديوم جلوتاميت تشاينيز ريستورانت سيندروم، ثانوس بالميت هيموجلوبينيميا. في عندي بعض الاسماك او اللحوم اللي بتكون عندي فيها النيترايتس اللي دخلني في ميت هيموجلوبينيميا. الحاجة برضو اللي بتكون مش تبع الدرس عندنا بوضح لك برضو كلمتين ولا حاجة عشان تلم الموضوع او تفهم احنا بنتكلم عن ايه. الكولينرجيك سيندروم معروف ايه اللي بيسبب كده. خلصنا الفود بويزنينج وتقريبا كل الشابتر ما فيهوش حاجه غريبه عليك، وكل المعلومات اللي فيه انت اخدتها قبل كده، ولكن بس انا قلت لك عشان لو نوضح نقطه ام سي كيو نزلت في الامتحان ولا حاجه ولا سؤال بحيث تاخد بالك منه. ندخل في الشابتر الثاني ده توكسيكولوجيكال بيور، ما خدتوش قبل كده ولا هتاخده بعد كده غير هنا، هتركز عليه لان هتحتاج الحالات بعد كده في الاستقبال. وانا بصراحه شفت حاله في الاستقبال كانت متسممه سكروبل اللي هو العقرب، وللاسف ما كانش موجود عندي في المستشفى فاضطرت تتحول لمركز السموم في سيدناوي. فتركز برضو على الاقل هتعمل مانجمنت للحاله اللي عندي ما تحولها طبعا، وبرضو علشان تعرف تتعامل مع الحالات لا قدر الله لو حصل مع اهل بيتك او حصل لك انت هتتعامل ازاي. الحيوانات اللي هندرسها اللي ممكن تسميني عندي الريتلز اللي هي الزواحف زي السنيكس، الليزرد اللي هو السحلية، الارثروبودز المفصليات سكروبنز اللي هي العقارب، سبايدرز اللي هي العناكب، وهنقول برضو عشان كتاب البنات التيك باراليسيز والاسبانيش فلاي هنقولهم برضه. عندي جنرال جنرال كاركترز، عندي بعض الصفات مميزه لكل التوكسين. كل التوكسين بتاعت الانيمالز عباره عن بروتين معاها انزيم بيدمر لي بقى الخلايا، بيدمر لي البروتين بتاع الماسل، ممكن بيدمر لي عندي البليتلس او بيأثر عندي على الفيبرونيتكس بيعمل لي بليدنج، ممكن فوسفوليبيد مايوتيك ميكروتيك انزيم. فاهم بالمعمله في جدول بحيث كل التوكسين ومتركب من ايه والمانيفستيشن بتاعته ايه اللي بيعملها، بحيث ان انا ما اضطرش اقول كلينيكال بيكتشر بتاعت كل انيمالز انا اعرفها من جدول واحد. التوكسيست غالبا بيحصل برضو الانيمال زي ما انتم عارفين بيحصل لها هيبرنيشن، بيكون عندها بقات شتم، فغالبا هتجي لك الحاله في الصيف طبعا زي ما قلت السكروبن. الحاله اللي انا شفتها كانت في الصيف، والتوكسيستي طبعا هتختلف على حسب الانيمال وعلى حسب التوكسين اللي هو بيفرزه وعلى عوامل هتتوقف عندي على الشخص اللي اتعرض للاصابه من سواء السن بتاعه لو طفل ولا راجل عجوز طبعا مش زي الادلت، والهيلث ستيت بتاعته لو كان عنده اورجن دامج ولا حاجه زي الليفر ولا الكدني، فده هيأثر عليا في البروتوكول. وهو ده البروجنوزز زي ما قلنا.
من السيمتومز اللي بيتعرض من قصدي من العوامل اللي بتأثر عليها في التوكسيسيتي زي ما قلنا اليانج ايج غير الادلت. لو البايت مثلا العقدة كانت عندي في النك طبعا فيها بيج فيزل وقريبة من القلب وقريبة من البرين غير ما تحصل له في اللور ليمب مثلا غير الفيس، فالمكان بتاعها هيأثر برضه على البروجريشن بتاع التوكسيسيتي. والعضة الواحدة طبعا غير ما يتعرض لأكثر من حيوان مثلا أو يتعرض لحيوان واحد ويحصل له بايت أكثر من مرة فده بيأثر عليه. أنت بتشخص الحالة طبعا من الستر بشكل أساسي، وأنت بتبص على اللوكال مانيفستيشن هتبص على مكان العضة زي السنيكس مثلا فهتتأكد إن ده سنيكس، وبين الهيستوري هو اللي هيأكد لك طبعا بعتمد عليه بشكل كبير. والعلاج عندي برضه بيتقسم إلى لوكال تريتمنت اللي هو المكان اللي اتعرض فيه للبايتس، والأنتي فينوم طبعا ده أهم حاجة في العلاج وأدهوله في كلتا الأحوال سواء اتأخر أو لو جه بدري، ولازم قبل ما أديله الأنتي فينوم أعمله سكين تيست علشان أتأكد إنه هوش عنده حساسية، ولو كان عنده حساسية أعمله ديسنسيتيزيشن بروتوكول أو أديله أدرينالين عشان أقلل السنسيتيفيتي رياكشن. والحاجة المميزة عندي في الأنتي فينوم في الأنيمال توكسيسيتي إن الأنتي فينوم الأدلت والتشيلدرن دوز الاتنين الجرعة متساوية لازم ياخد الفيا الكامل والعدد الجرعات كاملة بقى سواء من كان تقريبا من 3 لـ5 فيا في كل الأحوال، وممكن أزود عن كده على حسب الحالة عندي زي ما قلت لك في عوامل بتأثر عليا على البروجريشن بتاع التوكسيستي، فلازم أتابع مع العيان بقى ممكن أديله 1 بيل 2 3 4 5 أزود عن كده على حسب هي 1 بيل ولا أكتر، المكان اللي عضه فين، السن بتاعه، الهيلث ستيت والحاجات دي. هنبدأ بالسنينس الثعابين طبعا. الثعابين عندي حوالي أكتر من 3000 فصيلة حول العالم من الثعابين، حوالي بس السنيكس اللي هي ممكن تبخ توكسين في العضة بتاعتها البايتس بتاعتها هم 15%، يعني ما يعديش عندي مثلا قول 400 سنيكس ولا حاجة وهم السامين حوالين العالم. واستحضرنا برضه إن في جزيرة في البرازيل بيسموها جزيرة الثعابين، بيقول لك الجزيرة دي ممنوع من السلطات إن أي حد يزورها لأنها عليها حوالي من أكثر تعدين سمية في العالم. ثانيا لكل متر مربع على الجزيرة ديت لازم هتلاقي فيه تعبان ولا حاجة. ده يعني معلومة عامة بالنسبة إن إحنا نتكلم في الموضوع ده. والموضوع ده بقى عندي نوعين هنتكلم عنهم، عندي الكوبرا دي بتعيش بقى حوالين نهر النيل وهتلاقي في التربة عندي الرطبة هيوميد ويزر، إنما الفايبر ده بيعيش عندي في الهوت ويزر فهتلاقيه عندي في الديزرت في الصحاري. بيحصل عندي التوكسيستي ازاي؟ ان عندي التعبان ليه تو فانجز، الفانجز اللي هي القناينز اللي هي الانياب، الانياب في الثعبان بنسميها الفانج، عندي اتنين الفانج ده بيكون مخروم في قناه متوصله بالقناه اللي عليها بتاعته اللي هي بتبخ التوكسين، فهو يعض ويبخ التوكسين، ممكن العضه يعضك بس ولكن ما يبخش معاه توكسين فده بسميها دراي بايت، وركز عليها ان التعبان يعضك وما يبخش تقسم الحمد لله دي 50% من الحالات ان هو يعض. طب انت هتتعامل مع لو شفت تعبان ازاي؟ غالبا غالبا التعليم ما بتجيش لوحدك عليه، يعني انت لو شفت تعبان ووسط مكانك ما رحتش عليه ما يعملش فيك حاجه ولا يجي بعكس العقارب تمام؟ السكروبين بتهاجم انما التعليم بتدافع، فهو بيدافع انت لو رحت عليه فبيدافع عن نفسه فممكن يعضك من غير ما يبخ التوكسين. انما السكروبين ده بيتهاجم، يعني انت لو ما عملتش فيها حاجه هي هتيجي تهاجمك. الجدول ده مهم انا جمعت لك فيه بقى علشان ما نتكلمش على كلمه فيها كتير، ما نتكلمش على كل حاجه، جمعت لك كل التوكسين اللي ممكن الانيمالز تعملها تتكون من ايه والتاثير بتاعها، والتاثير بتاع ده هو اللي هيكون عندي الكلينيكال بيكتشر في كل واحد تمام. فانت بعد كده في كل توكسين ممكن تكتب لي الكلينيكال بيكتشر ديت اختلاف، هقول لك ده مور كومن في يعني مثلا عندي الفايبر بيعمل لي بليدنج اكتر من الكوبرا، قصدي الكوبرا بتسبب لي بليدنج انما الفايبر بيأثر لي مني على النيرف سيستم، فالفايبر التوكسين بتاعه بيكون مني نيورو سيستم انما الكوبرا مني بيكون كورديولو توكسين، فالكوبرا
كواجلوتوكسين، انما الفايبر نيوروتوكسين. الكواجلوتوكسين ده من الاسم بتاعه بيأثر عندي على الهيماتولوجيكال سيستم، فهو بيتكون من الفوسفولايبيد وميتالوبروتينز وفابرينوليتكس والبليتليت فاكتور، ده بيأثر عندي على الهيموستاتيك فيعمل لي فاسكولار انجري وكواجولوباسي فيعمل لي بليدنج، وده مين ليه زي ما قلنا الكون الكبرى. انما النيوروتوكسين بيكون الفايبر الموجود في الصحراء بيكون الفوسفولايبيد E2، وبالتالي بيأثر مين ليه على المصل، تمام، بيعمل لي باراليسيس. فالفايبر مختص مين ليه بالباراليسيس، انما الكوبرا مختص مين ليه بالبليدنج، وده اهم حاجتين علشان الكلينيكال بيكشر علشان الام سي كيو. بالاضافه الثلاثه دول هيتحطوا مع الكم الميوتوكسين، ده فيسفولايبيز بيأثر عندي على المصل بيعمل لي فيه مايوليسيس بيحلل عندي العضلات، كارديو نيفروتوكسين الجسم بتاعهم هيشتغلوا لي على الهارت والكدني يعملوا لي فيهم فيليا، النيفروتوكسين ده بروتيليتيك انزيم هيدمر لي عندي ويعمل لي نكروزس في التشو، وده اللي بيعمل لي جانجرين في المكان اللي حصل فيه البايز. فزي ما قلنا آسف بقى يا شباب أنا اتلخبطت بقى، الفايبر مختص مني بالبليدنج، تمام، يبقى الفايبر مختص مني بالبليدنج والكوبرا مختصة مني بالنيوروتوكسين، تمام، آسف أنا اتلبس عليا الحق. فزي ما كاتب لك بقى إن الفايبر مني مختص بالبليدنج، وزي ما قلنا الفايبر ده اللي بيكون موجود عندي في الديزرت في الصحاري، إنما الكوبرا دي بتكون موجودة عندي في الأراضي الزراعية زي ما موجودة عندي تلاقيها على رغيف النيل في الأراضي الزراعية، إنما الفايبر ده موجود عندي في الصحراء زي ما موجود عندك في الصورة دي بيكون زحف، إنما الكوبرا ديت اللي بتقف على بتقف زي ما موجود تحت في الصورة عندك، واللي هي بتعمل الحركة دي بالرقبة بتاعتها ديت الكوبرا، انما الفايبر ما بيقفش طبعا بيكون هو بيسحب على الارض. فاللوكال افكت عندي هلاقي المكان العضه عندي سواء بقى كان نيرف واحد ولا اثنين وبيعمل لي سيفير بين، وفي المكان العضه بيعمل لي بليدنج اللي هو اثر على الكوع جلوتيس، وهو يعمل لي اديمه في المكان كبر لي الليمف نود اللي موجوده في المكان اطول ان هو يدخلني في دراي جانجرين في المكان اللي حصل فيه العضه، وده اللوكال افكت بتاع الفايبر. الجنرال افكت مني كواجولوباسي طبعا عشان حصل لي ديفكت في الكواجوليشن سيستم فعمل لي كواجولوباسي اب ان هو دخلني في الديسيمينت انتراجاستر كواجولوباسي، والباقي تأثيره على العضلات والاذر اورجان في ثانوي الاذر توكسن والتوكسن والحاجات التانية. الكوبرا مني افكتد بالنيوروتوكسن فأثر لي على البراكس، اللوكال توكسيك بتاعه بيكون مينيمال مش زي الفايبر طبعا، لان الفايبر قلنا اثر معني على الكواجوليشن سيستم فيعمل لي بليدي الجنين المكان اللي حصل فيه، انما الكوبرا مني بتطلع لي النيوروتوكسين اللي هيأثر عندي على النيرفس سيستم ويأثر عندي على المصل فيدخلني في فريسبريشن ثم ويكنس، ويأثر عندي على الكونشس والسنسوري ليفل ويعمل لي باراليسيس في الكرينيال نيرف متسميه باللوكد ان سندروم. نركز على الكلمه دي لوكد ان سندروم، يعني الشخص هتلاقيه صاحي بس كأنه داخل في غيبوبه، فسموها ايه لوكد ان سيندروم، يعني مقفول في نفسه مش قادر يتحرك ولا عارف يعمل حاجه وهو كونشيوس، تمام، بيسميها لوك ان سيندروم. بشخص ازاي من الهيستوري طبعا وبعتمد عليه بشكل كبير، وبشخص من المكان ابص على العضه عندي مكان العض بتاع الفانج بتاع الانيمالز، والروتين انفستيجيشن سي بي اس في حاله الفايبر، في حاله الفايبر كوكوليشن بروفايل برضو علشان اتاكد عندي على الكواجوليشن فاكتور، انما بعمل بقى المايوجرام والام ار اي والحاجات ديت للمصل في حاله الكوبرا تاثر منها عن نيوروتوكس. تريتمنت عندي هبدا بقى بالفيرست ايد، ده بقى نركز عليها يا شباب طبعا، ده اللي انت اصلا وظيفتك هتعمله اللي انت هتتعامل مع الحاله، لانك انت هتبعتها بعد كده مركز السموم، لان غالبا الانتي فينوم ما بيكونش موجود في كل المستشفيات غير في مركز السموم الكبيره، وخاصه الانتي فينوم اللي ما بيستخدمش بصوره كبيره، انما الفينوم اللي انت كنت تلاقيه عندك في المستشفيات بتاع الدوج بايتس بتاع حمضه الكلاب اللي هي الريبس ده تلاقيه متوفر في كل المستشفيات وبجرعات كبيره كمان.
البري هوسبيتال اللي انت هتعمله ان انت بقى تبني، ما تبصش على شغل الافلام واللي بيعملوه ان هو يشفط من مكان العطة ولا يربط حاجة جامد على المكان، لان هو اصلا كده بيزود لي عندي من اللوكال افكت بتاع التوكسين، ان هو ممكن التايت تورنيكيت اللي هو يعمله ان هو كده يمنع البلاد سبلاي العضو اللي افكتد او المكان اللي افكتد وخاصة اللي كان اللي هو الليم، فيدخلني في جنجرين ويسوي الحالة عندي. تمام. وكمان اللي التورنيكيت بيقول لك ممكن ملوش لازمة، بيقول لك ليه ليميت الفاليو يعني ممكن ما تعملوش كمان، انما اللي هتعمله اهم حاجة تعملها ان انت هتخلي العيان ري اشورنس، هتعمل له ري اشورنس تهديه طبعا، وتخلي الاورجان في حالة ريست، ما تحركش الاورجان، لان كل ما تحركه كل ما التوكسين هيحصل له ابزوربشن اكتر في السيستميك سيركيليشن، لان انت هتزود عند الجينا سيرتين، فانت تخليه ما يحركش دراع او رجله اللي حصل فيها. تاني حاجة تهديه. تمام. وبعد كده تبدأ بقى توديه المستشفى، انما لا تعمل لي انسيجن في المكان ولا تعمل له لسعة كهرباء ولا لسعة حرارة ولا شغل الافلام اللي بيحصل فيه. تمام. نركز يا شباب ونوع الناس في النقطة دي. ندخل بقى بعد ما تبعته المستشفى، عندي تبعته المستشفى هتعمل له الاستواليزيشن طبعا، وتركز مني زي ما قلنا على الفلتر سيستم في حاله الحاجه اللي هتعمل لي باراليسيز للاسبابات المفصل اللي هي الكبرى، انما الفايبر نتيجه ان هو بيفقد الدم كتير فيقلل عنده الاوزموتيك بريشر فيدخل في النار كارديجينيك بالمنور انزيما، الحاجتين دول ممكن يحتاج مني ميكانيكال فنتليتور. ندخل للسبيسيفيك تريتمنت اللي هو البريفالنت انتيجينو مضاد التوكسين، عندي ده بديه لو حصل عندي اي سيستم كونفستيشن، وبديه للحاله احسن حاجه ان انا اديله خلال ساعتين، ولكن مفيش وقت ان انا اقول ان هو اتاخر ومش هديله الانتيجينوم. في اي وقت يجي لي باي سيستميك مانيفستيشن او مفيش سيستميك مانيفستيشن هتديله الانتيجينوم طبعا. برضه زياده في حاله السيستميك مانيفستيشن انا بزود الجرعه، انما في حاله ما كانش جايب السيستميك مانيفستيشن وانا شكيت ما انا ما اعرفش ان دي دراي بايت ولا كان البايت ده فيها توكسين، فانا هديله مثلا 1 فالز واحطه تحت الملاحظه عندي علشان اشوف هل يدخل مني في كومبليكيشن ولا لا. ممكن ازود الجرعه زي ما انا عاوز زي ما قلت لك، اللي ممكن اوصل لعند 10 فايلز من الانتي فينوم. الانتي فينوم طبعا زي ما قلت لك متوفر في المراكز الكبيره، لان الحالات بتاعته غالبا ما بتكونش كتير موجوده عندي. اللي انا متوفر عندك في المستشفيات المركزيه وكده هتلاقي عندك الريبس بصوره كتير، عشان برضو عضة الكلب بتكون بصورة أكتر. بعالج بقى الكومبليكيشن الموجودة عندي سواء هايبرتنشن والهيموستاتيك، والتيتاناس طبعا بيتاخد كبروفلاكسيس، لأن أنا التيتاناس زي ما قلنا قبل كده بين في أرض التنية والحاجات ديت، فأنا بقول لأن معرفش برضه الأنيمال ده كان استرالايز ولا لأ، أو ولا في سبور ولا لأ، لوثت المكان بتاع العضة ولا حاجة بعد كده. والتيتاناس موجود في المستشفيات المركزية برضه زي الريبز، وبيتاخد برضه لأي حد. ندخل في اللي ربنا يحمينا منه السكروبيوم، زي ما قلت لك السكروبيوم ده بيهاجم العقارب، بتهاجم موجودة في مصر كترة وموجودة في الصحاري، وغالبا بتكون موجودة عندك في الصعيد بكثرة. الصعيد طبعا مفيش بلد ولا حاجة إلا هتلاقي حد قبل كده ميت بعضة العقرب ولا حاجة، فمشهور عندهم حاجة دي غالبا عندنا. بيشتغل مني ان هو دخلني في اوتونوم كرايسيس، لو فاكرين قلنا برضو الكلمه دي امبارح السمباثيك كرايسيس، واحنا بنتكلم في الديليريوم تريمز الوزدرون مانيفستيشن بتاعه الالكوهول ديبندنس، نجمع الكلمات المتشابهه مع بعض بحيث منها ما نكترش المعلومات عليه. التوكسين كومبوزيشن بيكون مني نيوروتوكسين وفوسفولايبيز اي 2 هيالو ريبيز والاستايل كولين ستريز والسيروتونين والهيستامين، كل واحد من ده هتقول المانيفستيشن اللي ممكن يسببها لي على كل الاعراض اللي موجوده في الجسم. يعني نيوروتكسن هتقول الاعراض بتاعه النيوروتكسس، فوسفولايبيز هرمون بيز على المصل عندي بعمل بس، استايل كولين ستريز هتقول الكولينرجيك سندروم كده كده، اصل الانتي كولينرجيك سندروم كده بيكسر عندي الاستايل كولين، سيروتونين سندروم والهيستامين مانيفستيشن لسه قايلين الحاجات دي. اللوكال مانيفستيشن بقى نتيجة البايت بتاع السكروبين بتكون فيري سيفير. تمام. ممكن العيان أصلا يموت من الشوك بتاع البين اللي هو حصلته، بيكون فيري سيفير بين، وبيحصل المكان اللارج من الليمف نود الموجودة وبتكون تندرنس،
والمكان اللي بيحصل فيه إريسيما، وممكن أرتو يدخل عند الجنجرين. المارك بتاعت الستينج بتاعت البايت أو العظم ممكن ما تكونش ظاهرة زي البايت بتاعت السنيك. سيستمك مانيفستيشن، انت هتمشي على الجنرال وكل الاورجن اللي عندك يعمل ستيميليشن، السي بي اس يعمل ستيميليشن، الريسبيريشن ان سي ان اس ستيميليشن، الجي اي تي والمانيفستيشن بتاعتها، والميتابوليك افكت ده كونسيكونس للريسبيراتوري والسي بي اس مانيفستيشن. المانجمنت بروتوكول بيكون خلال 6 ساعات، وممكن برضه زي ما قلت لك مفيش حاجه ليت ان انا اديله الجرعه وببدا بالستيميليشن، ثم ابدا بالسبيسيفيك انتيجين اللي هو السكرينر انتي فينوم، وبنمشي على نفس البروتوكول زي هناك برضو، بيكون افكتيف خلال 4 ساعات، وممكن اديه لمده 24 ساعه. وزي ما قلت لك برضو اي فتره يجيلك انت بتدي قرعه خوفا من الكومبليكيشن، او برضو خوفا ان هو يحصل له ريدي سيرجوجن او توكسين يكون لسه ما اثرش على فايتال اورجانز، فانا بديله حتى ولو كان امبول واحد. فببدا ب 3 ل 5 امبول، بزود الجرعه على حسب البروجريشن عنده بتاع التوكسيستي، وبدي امبول زياده كل 30 دقيقه، وباخدها انتروفينوس او انتروماسكولر. وهناك كده السيمتوماتيك تريتمنت على حسب بقى الاورجانز اللي افكتد فوق كلها، تقريبا كل الاورجانز هتعمل له كير للحاجات اللي احنا قلناها في بداية الجنرال كلها، كومبليكيشن اللي ممكن يدخل فيها او ديهايدريشن، وهتعدي دي للبين انالجيزيك، وتعالج الهايبر تنشن والكونولوجيك اللي دخل فيها، والفوميتنج والهايبر ثيرميا والهارت فيلير. كل واحد هتدي له السبيسيفيك تريتمنت على حسب هل هو موجود ولا مش موجود. فالسيمتوماتيك تريتمنت ده فاريبل على حسب اللي موجود عندي في الحاله. السبايدر انجونيشن، التسمم من خلال العناكب ده مش مشهور عندنا بكثرة، بس ده عند نوعين من العناكب توكسين في مصر، البلاك وود سبايدر وبراون ريكلوز سبايدر، موجود الصورة بتاعتهم تحت. البلاك ويدو ده الأرملة السوداء، طبعا من اسم الأرملة يبقى في ميل غالبا، يعني على تاريخ الدراسة في الطب عندك هتلاقي ورا كل مصيبة بتحصل هتلاقي في ميل غالبا، يعني أنا مش قصدي حاجة بس دي الحقيقة. يعني عندك هو بلاك ويدو، عندك الفيميل اوفانوفولاس موسكيتو، فيميل اوف الساند فلاي، هتلاقي هناخد دلوقتي الفيميل اوف التيك باراليسيس، أي حاجة مصيبة هتلاقي وراها البلاك ويدو. البلاك ويدو باختصار إن الأنثى الخبيثة ديت بعد موسم التزاوج سموها أرملة، لأن بعد التزاوج ما يحصل تزاوج، هي بتدي لها التزاوج، وبعد ما يحصل التزاوج بتقتله وبتاكله. تمام، فشوف بقى الخباثة. البلاك ويدو ده البايت بتاعه بيشبه عندي المايوكاردال انفانكشن، فبيعمل لي اكيوت بجاستريك بين، يكون سيفير بين، وبيحصل عندي كرامبنج للماسل، بيشبهها بالجروك لايك ريجيديتي، بيحصل ريجيديتي لعضلات كتير في الجسم، ومنها عضلات الريستوريشن في الديزنيا، تاكارديا، هايبرتنشن، ميزوفومتنج، اعراض ان جنرال. وبعالج الحالة إن أنا أخف البين بأنرجيزيك، وبديله أنتي فينوم زي كل السنيك والسكروبيونز والسبايدر اللي برضه أنتي فينوم مختص بيه، وأدي كالسيوم ومصر لاكسانت في حالة البرود لايك ريجيديتي. إنما البراون ريكلوز ده الأعراض بتاعته مني بتكون ديرماتولوجيكال، وبيشبه عندي حاجات كتير بتاخد ديفرنشال دياجنوزيس نتيجة إن هو بيعمل لي ألسريشن، والألسر بتاعته ديت الألسر دي بتطول عندي بقى، ممكن تاخد عندي شهور أو أكتر عشان يحصل لها هيلينج. بعالج الحالة بأنرجيزك وأحافظ على الألسر اللي محصلهاش إنفكشن، فدي أنتي بيوتيك، وأدي تيتانوس بروفلاكسس لأن خايف إن يحصل للوند ده إنفكشن على المدى الطويل بسبور من التيتانوس ولا حاجة. كده خلصنا المواضيع اللي علينا. لما البنات بقى عندهم شوية موضوع زيادة زي الاسبانيش فلاي، الاسبانيش فلاي هو الاسم العلمي بتاعها كانساريس فيزيكتوريا، ده الاسم العلمي. المهم الاسم المشهور ليها الاسبانيش فلاي، الشغل بتاعها مين بيستخدمها ككاونتر ايريتنت يعني كمسكنات في حالة الجروح، أو أفورديازيك ده سيكشوال ستيمولانت طبعا، او دي اساسا الحاجه اللي بقت مشهور عليها، حتى بيعملوا منها ادويه بالتلات صوره كسيكشوال ستونانت دراجز.
وده بقى برضه من الجهل بالأشياء وإساءة استخدام الأشياء والحشرات، لكن بالنسبة للترويج والحاجات اللي بتحصل ده فهما بيستخدموها كإيريتيشن، بيحط الحشرة على الجلد عشان تقرصه في المكان اللي بيسبب له، فتعمل له إيريتيشن في السكين أو الماكس ممبرين اللي حاطه. في ناس ساعات بتبلعها فيعمل لي بيرن في الماوس أو الإسوفيكس على المكان اللي دخل، ولو حصل له فوميتنج هيكون البلاد مخلوط بالجرينش بارت بتاع الانسكت الحشرة ديت، وممكن تدخلني في بلاد دارية، والتوكسين لو وصل عندي اليورينري سيستم وحصل له سكريشن عامل لي اريتيشن هناك، البرايابيز بيعمل لي بينفول كونتينوس اريكشن في الميل، وعشان كده هما كانوا بيستخدموها كسيكشوال ستيمولان، دخلني في ديهايدريشن نتيجة الفوميتينج والدايريا وكلها سويدوس. ده ككونسيكونس للديهايدريشن هعالج المشكلة اللي حصلت في الاسبانيش فلاي، ان انا اغسل المعدة بتشاركل فلان سوليوشن عشان اهدي الريتيشن اللي عملته، وعلشان اقلل الاسيدتي في الاستومك هدي ديمينوسنت لو كان في وصل للميوكس ممبرين مورفين لالبين، وصل مني في شوك هدي انتي شوك ميجر، ولو وصل عندي الرينال سيستم هعالج الرينال توكسيستي. التيك باراليزيز قلنا بيحصل عندي بالفيميل، الفيميل بتاع التيك البايت بتاعها بتطلع لي توكسين، التوكسين بيشتغل ان هو عندي بيه في الاستانكولين سيكريشن في النيورو ماسكولار جانكشن، نفس فكرة بس ده برضو بتكون حاجة كاريفيرسابل، هو قفل بس الريسبت قفل السكريشن بتاع الاستانكولين في انه ماسك الجنكشن، فانا ممكن ابدا اعالج الحاجه انها اديها استالكو من بره او يحفز السكريشن بتاعه، على عكس البوتوليزم بيكون الريفرسابل. التيك باراليسيز للناس اللي بتسمع هاوس كان بتيجي حاله برضه كانت بالتيك باراليسيز، وصعب تشخيصها طبعا من خلال الهيستوري، من غير الهيستوري الاعراض مش هتعرف تشخصها، لان الاعراض بتاعتها ان جنرال كاعراض نيورولوجيكال مانيفستيشن، وانت عندك النيورو ده بحر بقى اللي يجمع فيه الأعراض إن جنرال، بيجي لك الكونستيتيوشنال مانيفستيشن اللي هي الماليزيا الركزة والهيدك والفيفر، ثم النيورولوجيكال مانيفستيشن اللي يجي لك باريسيس في اللور اكستريموسس، أب تو إن هو يحصل بقى إيه عندي أسندنج باراليسيس. خصائص الأسندنج باراليسيس بتكون سيمتريكال وفلاسيد باراليسيس، علشان كده بتشكك في أمراض كتير في النيورون، فأنت بتشخصها من الهيستوري بحيث إن أنت يكون الراجل ده في مكان موجود بالحشرة التيك، أو كان في مزرعة مثلا، أو كان عندهم جنين والحاجات دي، فتبدأ تشك ويسمح هاوس في الحالة دي برضه هيكتشف الموضوع ده. التريتمنت ببساطة أنت هتشيل التيك من مكانه، هتشيل الحشرة البق من مكانها، وبعد كده هتغسل المكان بإثير أو الكلوروفورم، بحيث إن أنت لو معرفتش تشيلها، لأن أنت صعب إن أنت تشيل الحشرة لأنها صغيرة جدا يعني في المكان بتاعها، وصعب إن أنت تشيلها من المكان، فأنت بتحط الإيثير والكلوروفورم بحيث إن أنت تقتلها، فتحاول تشيلها، وممنوع إن أنت تعمل لها سكويز، لأنك أنت كده هتعمل وورسنينج للحالة، هتضخ أكتر سم أكتر جوه الجسم وتعمل وورسنينج للحالة. كده لله الحمد خلصنا الفود بويزنينج والأنيمال بويزنينج ببساطة، وأعذر إن أنا كنت بتكلم بسرعة على حاجة فده عشان برضو الوقت ما طولش عليكم، خلينا بقول على أهم النقط بس، لأن ده مش مجال شرح دلوقتي إن أنا نشرح حاجة باستفاضة ولا نطول فيها ونعيد، لأن في امتحانات خلاص في أقل من 10 أيام يعني، أقل من 20 يوم أو أول الشهر على حسب ما القرار ينزل. ربنا معاكم، دي أهم الأسئلة، تحاول تقرأ الأسئلة برضه وتذاكر الأسئلة الموجودة عندك في الكتاب، وربنا معاكم.